السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، مرحبا بالإخوة والأخوات أعضاء المبادرة الطيبة. إن شاء الله في درس الفيديو دوت هنكمل بقية شرح ملخص الدرس رقم 14، وخاصة عن مكتبة أو كلاس الميديا بلاير. أخدنا في الدرس السابق تكلمنا عن إزاي أنا أستخدم السيرفس من خلالها كطبعا كباك جراوند ثريد، ان انا اشغل ملفات الاوديو او الفيديو بتاعتي. ان شاء الله هنكمل بقيه كلامنا عن الميديا بلاير، وهنقول يعني ان شاء الله نتكلم عن حاجه اسمها ستيت، او ما ادق اسمها ستيت ماشينز. طيب ايه هي الستيت ديت؟ هي عباره عن حالات. الحالات ديت بتكون عليها مكتبه الميديا بلاير، سواء قبل التشغيل، تشغيل ملف اوديو يعني، او في بعض المناطق او الخطوات اللي هي بتقوم بيها اثناء شغلها او اثناء عملها على نظام التشغيل. انا بستفاد ايه من موضوع الاستيت؟ اولا ببقى عارف ايه الاستيت بتاعتي. الميديا بلاير دلوقتي حالها ايه دلوقتي في الرامات؟ هل هي بتشغل ملف ولا ما بتشغلوش؟ هل هي بتغذي الميديا بلاير بداتا ولا مش بتغذيها؟ حال ملف الاوديو دلوقتي، هل هو شغال يعني معمول له بلاينج او رانينج، ولا ستوبت يعني متوقف خالص، ولا بوست تمام، ولا الملف خلاص يعني تم تشغيله للنهايه واشتغل خلاص مش محتاجينه. او ان انا برضو ممكن استفاد منها، هل اعرف هل في اخطاء؟ لان ممكن ملف الاوديو دوت عباره عن ملف اوفرنت مثلا من خلال الانترنت، فممكن مثلا لو الفايل او الباص او اليو ار ال او اللينك بتاع الملف الاوديو ممكن يكون يعني اكسباير مثلا، او حصل فيه مشاكل. الكلام ده انا اجيبه ازاي او استخدمه ازاي؟ من خلال استخدام اللي هي الستيت. طيب تعالوا نشوف الكلام دوت. هنقول بسم الله توكلنا على الله. الستيت زي ما انتم شايفين في الدياجرام اللي قدامي دوت، هو كل الستيت اللي بتدعمه مكتبه الميديا بلاير. اول الستيت اللي هي الايدلز او اللي هو وضع الخمول، ده طبعا الستيت اللي هو الافتراضي، بمجرد ما ايه تعمل تحميل للشاشه بتاعتك بدون ما انت بقى تدخل في الحوارات التانيه، ان انت تعمل عمليه تعمل داتا سورس، تعمل بريبير، لا هو بمجرد بس لما بتاخد نيو انستانس من الكلاس اللي هو اسمه ميديا بلاير، زي المثال بتاعنا ده كده. السطر دوت بيقف على الحالة اللي هي الايدلز او حالة الخمول، انا ما عملتش حاجة بعد كده. طيب عشان انتقل لحالة تانية، ما هو انا عندي اكتر من حالة، حالة الخمول ان الميديا بلاير بتاعتي اخدت ايه ديكلاريشن وانيشال فاليو بس، او انيشالز للفاريابلز بتاعتها. في حالة الانيشالايز تمام، ودي حالة برضو مهمة جدا، وفي حالة البريبيرد. كل الأشكال البيضاوية اللي باللون الأزرق دي عبارة عن ستيت خلاص، وفي أسهم كده خارجة من ستيت لتانية عشان تعمل عملية ترانزيشنز أو انتقال، أو إنها تغير حالة الميديا بلاير، تغيرها من حالة إلى حالة خلاص. على كل سهم من دوت في اللي هو اسم الميثودز اللي أنت بتستعين بيه عشان ينقلك من حالة إلى أخرى. في اسهم ليها راس واحد، وفي اسهم ليها راسين. اللي ليها راسين ديت بنقول عليها اللي هي يعني اسنكرونايزد ميثود، يعني ميثودز مش سنكرونايز، اسنكرونايز. واحنا عرفنا الفرق من السنكرونايز، ده اللي هو الوضع الديفولت في تشغيل الاكواد بتاعتي بصوره سيكونسز تتابع يعني، وطبعا بيعمل بلوكنج للكود بتاعي في حاله لو في سطر من الكود بيعمل ديلي او بيعمل تاخير في التنفيذ. وبينما الاسنكرونايز ده بيشتغل على الاذر ثريد، الاسنكرونايز بيشتغل على المين ثريد بتاعي. جميل جدا. طيب انا دلوقتي واقف على مرحله الايدلز اللي هي مرحله الخمول، اللي هو السطر دوت بينفذها. طيب لو انا استعنت بالميثود اسمه سيت داتا سورس، زي مثلا عندي في المثال ده او في المثال ده، الاثنين واحد برضه، هنا قلت ايه سيت داتا سورس. طيب انا بمجرد ما انا نفذت بقى الامر دوت او السطر دوت، انا كده انتقلت من حاله الايدلز الخمول للميديا بلاير، ورحت لحاله اسمها انيشلايزد تمام. بعمل عمليه بقى ايه تاهيل او ايه، طبعا مش بريبير، انا اقصد انيشلايز يعني هديها بقى، هغذيها، هغذيها بيانات. طبعا سيت داتا سورس عارفين ان هي بتهتم بالايه، مصدر الداتا او الملفات اللي هتشتغل سواء اوديو او فيديو
المثال بتاعنا ده بيجيب اللي هو اليو ار ال بتاع الملف موجود على اوديو على الانترنت، وهنا بيغذيها مين؟ بمجرد ما عملت سيت داتا سورس اعرف ان الميديا بلاير اوتوماتيك اتغيرت الستيت بتاعتها من حاله الايدلز لحاله الانيشلايزد. طيب انا في حاله الانيشلايزد يعني خلاص انا وقفت على السطر دوت ونفذته، او السطر او داتا سورس، ها اعمل ايه تاني؟ انت دلوقتي السهم بيقول لك ايه، في ماشي كده وفي اتجاه كده وفي اتجاه كده. طبعا هنا اللي سهم عليه الميثودز، يبقى انا لو انا استعنت بالميثود اسمها بريبير يبقى انا هنتقل من حاله انيشلايزد وهروح لحاله اسمها بريبيرد. تمام، لو انا استخدمت نفس الميثودز بس اللي هو الاصدار اللي هو الاسنكرونايز برضو نفس الشيء هيعمله، بس هيشتغل على اذر ثريد مش هيشتغل على مين ثريد، ده بيشتغل مين ثريد خلاص. وطبعا الافضل هو ده اللي هو البريبير اسنكرونايز، بحيث انهم ما يعملش بلوكينج او تهنيجه في الابلكيشنز بتاعه. يعني انت عارفين البربير هو بهيئ المكتبه للملف، بتروح بقى تشوف الداتا فين، لو في اللوكال ريسورس بتقراها، لو في الانترنال ريسورس بتقراها، لو اكسترنال ريسورس، وان كان اهميتها كبيره في الاكسترنال ريسورس ان محتاجه عمليه بفرنج اللي هي تنزل جزء من الملف بالتتابع وفي صوره شانكس كده، وبعد كده بيتم تشغيل كل جزء على حده. طيب انا كده عرفت ان انا في initialized واقدر ان انا اغير الحاله ديت واروح لحاله البريبيرد. طيب عشان اروح للبريبيرد او البريبير اختار الامر بتاعنا زي مثلا هنا ايه، بريبير بستخدم اللي هو السنكرونايز. وهنا اللي هو البريبير اسنكرونايز ده المثال دوت بيستخدم اللي هو الاسنكرونايز. طيب مع الاسنكرونايز بيطلب بقى في ايفنت، في احداث بقى اعمل لها listener، عشان ده مش هيشتغل بقى، يعني ده مش هينتظر ان البرنامج بتاعي ينتهي للاخر، لا ده هو يروح يشتغل على ثريد تاني، فلازم اعمل عمليه تصنت ل او تراكنج لبعض الايفنت. وطبعا اهم ايفنت بالنسبه له هو اون بريبيرد، ده ميثودز او ايفنت، الايفنت ده بتعمل له فاير بمجرد ما البريبير اسنكرونايز دوت بينتهي. يعني هو طبعا الحاله بتاعتي راحت بقت بريبيرنج خلاص، ده عشان انا في السنكرونايز، وهنا تبقى بريبيرد لو انا سنكرونايز اللي هو بريبير بس. بريبيرنج ديت في المثال بتاعنا ده خلاص انا وقفت في الحاله ديت، ايه المفروض بقى يتم بعد كده؟ المفروض بقى يعني انت خلاص بقى ايه، يعني هنا من البريبيرنج انت عامل ليسن على الاون بريبيرد ليسنر، وخاصه على الايفنت اللي هو اون بريبيرد. طبعا ده عباره عن انترفيس، وبعد كده بيتطبق امبلمنت على الكلاس ده. طبعا الطريقه ديت بتسمى عفوا الميديا بلاير دوت اون بريبيرد ليسنر، ده عباره عن انترفيس هنا بعمل له امبلمنت، واحنا عارفين الانترفيس عشان استخدمه لازم اعمل له امبلمنت على كلاس. تمام، انا باجي على الكلاس بتاعي وبقول له امبلمنتس، وبعد كده ايه بقول له اسم الكلاس اللي انا، او عفوا الانترفيس اللي هيتعمل له امبلمنت. طبعا الطريقه ديت عفوا الطريقه ديت اللي هي بتسمى انونيمس كلاس، اللي هو الكلاس المجهول، يعني كلاس عادي كده بس ملوش اسم خلاص، بيمشي بالاسلوب. طبعا بيوفر عليا ان انا اروح اعمل كلاس او ان انا اعمل امبلمنت على الكلاس اللي هو فيه الكود دوت، حوارات تانية ان شاء الله هنبقى نشوفها باذن الله. المهم انا خلاص بالاسلوب دوت وصلت لمرحله ايه، البريبيرد. تمام خلاص، ما هو اون بريبير دوت ايه، بمجرد ما بتعمل له فاير، لان انا خلاص اون بريبيرد ده وصل لي لمرحله اللي هو البريبيرد. طب الاون بريبيرد ديت المفروض اعمل ايه؟ ها قدامك بقى اللي انت تعمل ستارت تشغل الملف، لان الملف خلاص جهز. تمام، جاهز ان انت تشغله. يبقى من خلال البريبيرد اما ان انا اعمل عمليه ستوب، ان انا اوقف الملف خالص يعني مش هيشتغل خلاص انا انتهيت منه، او ان انا اعمل له عمليه ستارت بقى اللي هو الستارتد، هيتنقل بقى من البريبيرد لايه، للست اللي اسمها ستارتد. هنا طبعا بستخدم مين، الميثود اللي اسمه ستارت، يعني هنا بالان من مرحله البريبيرد للست اللي هي ستارتد. نفس الشيء برضو هنا، بس الفرق ان هنا في سنكرونايز مود وهنا الاسنكرونايز مود. وبعد كده بقى الملف ستارتد يعني الملف شغال. طب اقدر اعمل ايه وفي والاوديو بتاعي او الفيديو بتاعي في الست ديت، اقدر ان انا اعمل له بوز، ان انا اعمل له ايقاف مؤقت باستخدام الامر اللي هو بوز، او ان انا اعمل له عمليه ستوب ان هو تحرير خالص من الذاكره، خلاص مش هشغله بعد كده. يعني اعتبر ان الميديا بلاير رمته من الريسورسز بتاعتها في الرامات. طيب اقدر اعمل كده، ممكن برضو والملف شغال اعمل اخليه ان هو يشتغل في صوره لوبينج باستمرار. تمام، او ان هو شغال ممكن ان انا اعمل بقى عمليه اللي هو سيك 2،
ان انا اقدم الملف كام ثانيه، واحنا عرفنا ان هنا سيكتو ده بيشتغل بالملي سكند، الثانيه فيها 1000 ملي سكند، اقدم لقدام اخر يعني ارجع لورا وهكذا، وانا فين على حاله الستارت. طب وانا على البوز اقدر اعمل ايه؟ الملف اصلا واقف، اقدر اعمل له ايه؟ اقدر ان انا اخليه ستارت تاني، ادوس على استخدم الامر لا ستارت يخلي الملف يشتغل تاني، تمام، او ان انا ممكن اعمل له ستوب وخلاص يعني انهيه. طب بعد ما ستارت دوت المفروض ايه اللي هيتم؟ ها، لا انا عملت له بوز ولا انا عملت له ستوب، الملف بيفضل شغال للنهايه لغايه ما يبقى يتحول للحاله من الستارت اللي هو تشغيل الرننج لحاله اللي هو البلاي باك كومبليتد، خلاص الملف بتاعي وصل لنهايه الخط، اشتغل وخلاص يعني انتهى، انتهى من التشغيل فبيوصل للحاله دي. انا يهمني ايه في الليله دي كلها؟ الاستيت طبعا، انا ابقى فاهم معنى الاستيت، افهم يعني ايه بوز، افهم يعني ايه بريبيرنج، يعني ايه بريبيرد وهكذا، افهم. انا مش احفظ الكلام دوت، مش للحفظ، الكلام ده عشان انت تفهمه. طيب حلو، المفروض بقى هستفاد ايه برضو من الرسمه دي تاني غير ان انا افهم الاشكال البيضاويه اللي لونها ازرق ديت اللي هي الاستيتس بتاعتي؟ انت كل سهم من دول بيقول لك عايز تروح توصل لحاله، الحاله دي انت عارف بقى الملف هيبقى فيها ايه، يبقى لازم استخدم الامر ده. فالجايد ديت او المبه ديت هي يعتبر بتلخص كل المهام الخاصه بمين، بالميديا بلاير. خلاص، دي برضو حاجه مهمه جدا. الاستفادة برضو اللي هتهمني من الحوارات ديت ان انا في يعني ما ينفعش ان انا مثلا اعمل عملية بوس لمثلا ملف مش شغال. يعني الملف دلوقتي هنقوله مثلا في محات البريبيرت هو جاهز بس مستني بقى تعمله ستارت، هل لو انا رحت هنا واخترت الامر اللي هو بتاع، عفوا، اللي هو البوس، وشغلت امر البوس اللي هو بيعمل ايقاف مؤقت، هل الميديا بلاير هتقبل كده؟ هيعمل لك خطأ، تمام، واقدر امسك الخطأ ده ان انا اعمل اسجل الحدث اللي هو الاون ايرور ليسنر دوت اون ايرور، تمام. دي طبعا ستيت بيحصل فيها خطأ، مثلا زي ما الخطأ اللي انا عملته دلوقتي، ضغطت على بوس والملف اصلا مش شغال، ما عملتلوش اصلا ستارت، فاقدر ان انا اعمل كاتشنج للايرور في مين، في الستيت ديت. خلاص، يبقى لازم ان انا في خلال استخدامي من مكتبة الميديا بلاير ابقى افهم ايه الترانزيشنز بتاعتها، ايه المطلوب ان انا اتنقل من ترانزيشن لاخرى. هو طبعا يعني من عيوب الميديا بلاير في موضوع الاستيت ان هي ما فيهاش ميثودز او استيت او بروبرتيز بتساعدك في الكلام ده، يعني ما فيش خاصيه اقول لها مثلا هات لي جيت كارنت ستيت يقول لي انت في الايدل ولا في البريبيرنج ولا الكلام ده، لا للاسف ما فيش. طب ايه الحل؟ هو في حلين، حل بسيط جدا ان انت تستخدم بقى ايه عفوا، تستخدم اللي هو بقى الشغل اليدوي بتاعنا بقى، ان انت تعمل متغيرات، والمتغيرات ده يعني تتغير على حسب الحاله. يعني مثلا هعمل متغير جلوبال في الكلاس بتاعي اللي انا هشغل فيه الميديا بلاير، ولما ادوس على زرار بيعمل ستارت هقول له مثلا المتغير بتاعي دوت اخليه بوليان مثلا، اقول له ايه از ستارتد او از رانينج مثلا. ما هو ستارت ده هيعمل ايه؟ ستارت هياخد من حاله البريبيرد يوصل لي لحاله اللي ستارتد. لما مثلا انده على الامر اللي هو البريبير اسنكرونايز ولا السطر بتاع بريبير دوت، تمام، اجي تحتيه واخلي فيه متغير كده يقول لي مثلا انت نفذت مرحله اللي هي البريبيرت، تمام. ده في حاله لو انا مش هشغل، مش هعمل السطر من نفس السطر بتاع الكود، ممكن اخلي السطر دوت موجوده في مثلا في زرار او بلوك تاني، واكتفي مثلا ان لغايه السطر ده بيعمل لي بريبير، فاعمل متغير يقول لي مثلا الستيت بتاعتها مثلا بريبيرت، تمام. نفس الشيء لما يعمل ستارت تشغيل اروح مغير ستيت في متغير هنا اقول له ستارتد. طب انا هستفاد ايه من الكلام ده؟ عشان لما تروح على الامر اللي بيعمل بوز هتروح تشيك على المتغير دوت هل هو ستارتد ولا لا، لو ستارتد هقول له بوز اتفضل وقف الملف، فده هيحميني من ان انا اعمل اللي هو الليجال اكسبشنز او ان انا اعمل عمليه ايرور، تمام. اعتقد ان ممكن يكون في المستقبل يعني تحديثات للمكتبه ديت بحيث ان هم ممكن يدعموها ببعض الفانكشنز يبقى تسجل فيها الاستيت بتاعتها. طيب ايه الحل رقم اتنين؟ حل رقم اتنين ادفانسد شويه يعني، ولكن هنقول لكم برضو عليه. ممكن ببساطه جدا، ميديا بلاير ده عباره عن ايه؟ عباره عن كلاس. يبقى انت حضرتك تعمل كلاس، تعمل انهيرت من الميديا بلاير، تنشئ المتغيرات بتاعتك وتخليها كلها ستاتيك. استاتيك يعني ايه؟ هتقدر تنده لها من الكلاس بتاعك. يعني مثلا هقول هعمل كلاس اسمه ماي ميديا بلاير،
ماي ميديا بلاير ده كلاس عادي جدا، هيعمل انهيرتس من الكلاس اللي اسمها ميديا بلاير، وبيعمل اوفر رايت بقى للشغل بتاعها. من خلال الكونستراكتور بقدر ان انا اعمل كرييت، ممكن مثلا اعمل اوفرلود مثلا لبعض الاوامر زي البريبير الستارت، الحاجات اللي هي ديت اللي بتعتمد على المكتبه البيس كلاس بتاع اللي هي الميديا بلاير. واعمل ستاتيك بقى ميثودز او ستاتيك ستيتس، وظيفتها اللي هي بقى ايه، تقرا لي حاله الميديا بلاير، الاوبجكت الميديا بلاير اللي موجود جوه كلاس الماي ميديا بلاير ايه، ها تقول لي مثلا ده ستارتد ده بريبيرد. تمام، هو حاجات ادفانسد شويه بس جميله جدا. انت ممكن يعني تشغل دماغك والحاجات اللي انت اتعلمتها في الاو او بي اوبجكت اورينتد بروجرامنج وتوظف. اما انت بتعرف يعني بتعلم اوبجكت اورينتد بروجرامنج ليه؟ يعني عشان تشتغل وتعمل كومبوننت خاصه بيك ومكتبات وشغل تاني. خلاص، ده باختصار. وممكن من مكتبة واحدة يعني تعمل مثلا حاجة زي اختيارات كده، اقول مثلا انا هستخدم لوكال ريسورس ولا هستخدم انترنال ريسورس ولا اكسترنال ريسورس. يعني استخدم بقى شغلك انت وفكرك. ده بالنسبة مين اللي الستيت دايجرام. طبعا دي الايفنت المدعومة، هو طبعا دي مش كل الايفنت المدعومة في الميديا بلاير، بس ديت اشهرها اللي هو السيت اون بريبيرد ليسنر، ده اللي احنا قلنا الايفنت بتاع اون بريبيرد. طبعا ميديا بلاير دوت اون بريبيرد ليسنر، ميديا بلاير ده الكلاس، وجوه الكلاس دوت متعرف انترفيس اون بريبيرد ليسنر، وداخل الانترفيس ده معمول له سيجنتشرز لميثودز اسمه اون بريبيرد. طبعا هو جاي هنا مع مين؟ مع الميثودز. هنا في يعني هنا في زي فويد كده، الفويد دوت اسمه سيت اون بريبيرد ليسنر، بيعمل عملية ريجستر بسجل. طب انت بتسجل ايه حضرتك؟ انا هنا المفروض اون بريبيرد، ادم اي حاجه قبلها اون، اون مثلا كليك، اون لونج كليك، اون بريبير، اون كومبليتيشن، اعرف ان كلها عباره عن ايفنت احداث. عشان اجيبها بقول ست اون بريبيرد ليسنر، وبعد كده بقول له هنا ايه الليسنرز بتاعي او الانترفيس بتاعي. تمام، طبعا هو هيبقى عباره عن هنا بستخدم الاسلوب اللي احنا قلنا عليه قبل كده اللي هو اسينكرونايز كلاس، عفوا عفوا اسف، انونيمس كلاس، انا اسف، انونيمس كلاس. خلاص، بدل ما تعمل كلاس وتعمل امبلمنتيشن للانترفيس ديت وتقعد كده على المتغير ده تشير على الكلاس تعمل منه نيو كلاس، لا، فهو بالاسلوب ده من خلال سطر واحد بتخلص. خلاص، ده حدث بيتعمل له فاير اللي هو الام بريبيرد لما الملف بتاعه بيتعمل له يعني بيوصل لمرحله البريبيرد. خلاص، سواء ان هو تم بالاسنكرونايز خلاص بهذا الشكل، لان هي طبعا دي يعني الاسلوب ده بيستخدم مع الايه الام بريبيرد، ده بيستخدم مع الاسلوب اللي هو الاسنكرونايز اللي هو بريبير اسينك. مجرد ما بعمل كولينج لده وبيدخل في مرحله البريبيرنج، والبريبيرنج بينتقل لمين؟ للميثودز دوت يعمل له فاير. في زي مثلا ايفنت هنا سيت اون كومبليتيشن ذا ليسنر، برضه الايفنت دوت بيعمل لي فاير لميثود اسمه اون كومبليتيشن، ده بيتعمل له فاير لما الملف بتاعي يوصل للنهايه سواء في اوديو او فيديو، يشتغل لنهايه الخط ويقف ستوب، يعمل فاير للميثود ديت. طب انا استفاد من الكلام ده؟ انا ممكن اعمل هنا كود، طبعا الكود ده اتعمل ان هو يشغل ملف الاوديو لما ينتهي من عمليه الاعداد البريبير. ده طبعا بالنسبه للاسينكرونايز. هنا الاون كومبليتيشن زي ممكن اعمل رساله للمستخدم اقول له انت وصلت ليه لنهايه الملف الاوديو او ملف الفيديو. ممكن اعمل حاجات كتيره، يعني انتقل لو هي مثلا بلاي ليست بعد ما يخلص الملف الاول الصوتي يروح للملف الثاني والتالت وهكذا. يعني انا بديكم افكار. طبعا هنا الحدث بتاع الاون ايرور ده لما بيحصل فيه خطا، بس بسجل الكلام ده من خلال سيت اون ايرور ليسنر وبستخدم الاسلوب بتاعنا. حاجة برضو تانية اللي انا اعمل عملية ريليز، ريليز من مين بقى؟ من الريسورس. يعني انا عارف ان الميديا بلاير اوبجكت بيتحمل في الذاكرة وبياخد بيانات ومش عارف ايه وبيعالجها والحاجات ديت، هو ملف صوتي، فطبعا الملفات الصوتي ديت بتحمل في الرامات وبتاخد مساحة. فالمفروض ان انت تعمل او تتأكد من عملية ان انت تعمل ريليز للريسورس او الموارد ديت، لان الموارد ديت انت عارف امكانيات ديفايسز الاندرويد محدودة، مش زي الاجهزة المكتبية ولا اللابتوب ولا الحاجات ديت، لا، رامتها قليله، ستورج قليل، فلازم اعمل عمليه اللي هو ايه استخدام امثل للموارد بتاعه الجهاز بتاعتي. زي ما انتم شايفين هنا جاي في الميثودز اللي هو اون ستارت، ده الميثود دوت خاص بالاكتيفيتي، ده اللي بيتنفذ بعد الاون كرييت بالظبط. يعني اون كرييت بيخلص بعد كده بيجي اللي هو الاون ستارت. تمام،
طبعا بعد اون ستارت حاجه تانية يعني، اون ريزيوم تقريبا ان شاء الله نشوف الاكتيفيتي لايف سايكل باذن الله. بس انا هنا بالحدث ده لما تنفذ هنا الافضل شيء اللي انت تعرف او تعمل انشلايز لمين، للميديا بلاير بتاعك عن استخدام الاون كرييت، ده افضل حاجه. طيب لما عايز اعمل تحرير بقى للموارد اللي هي الميديا بلاير بتاعتي، اجي هنا اقول له ميديا دوت ريليز، الامر دوت مع النل خلاص بيحرر كل المساحه اللي واخدها الميديا في الذاكره عندي. وعملته هنا فين؟ في الحدث اللي هو اون ستوب. اون ستوب دوت بيتنفذ امتى؟ لما الشاشه بتاعتي يعني بتختفي، مش بتتقفل، هي بتختفي يعني بيجي فيها فوقها مثلا اكتيفيتي تانية. ممكن لو ضغطت على زرار الهوم من الموبايل بتاعي، او الزرار اللي هو بتاع الريسنتلي ابز ديت، المهم خرجت بره التطبيق والتطبيق بتاعي شغال في الرامات ما اتقفلش خلاص، ورحت على تطبيق تاني او جالي تليفون مثلا ولا حاجه، فانا من هنا بقدر احرر الكلام دوت. وبعد كده ممكن نروح بقى للحوارات بتاعت ستارت، اروح مشغل الملف تاني وهكذا. طبعا عمليه تحرير الريسورس بيجي في لو انا جوه اللي هو السيرفس من خلال الميثود اللي هو اون دستروي. اون دستروي ده بكتب فيه الكود الخاص بتحرير الميديا بلاير. مهم جدا موضوع الريليز للريسورسز، لان عمليه ان انت تستهلك موارد من النظام بدون حاجه او بدون داعي بيأثر على البرفورمانسز الخاص بالابلكيشن بتاعك والجهاز ككل خلاص. ممكن انت تجبر نظام التشغيل ان هو يعمل لك يعمل ديستروي، يدمر لك الابلكيشن يعني يقفله غصب عنك. طيب تعالوا نشوف الكلام ده. ستيت انا كنت عايز اشرح لنا الليسنرز طب اشوف بس الاول معانا وقت قد ايه. طيب تعالوا نشوف كده، بسم الله. تعالوا كده، الله المستعان، معلش انا سرحت شوية كده، عملنا الاستيت. طيب تعالوا نشوف الايفنت وتحرير الريسورس بتاعتي. انا هنا مثلا جاي في البلاي اوديو في الستارت تمام. انا مثلا هنخلينا بتاع الام بريبير مثلا، بالنسبه لي اللي هو الريموت، لا مش الريموت، هنا في الاسنكرونايز عفوا، هنا في الحدث ده هنا هتلاقيه بيعمل ايه بقى، هيستخدم اللي هو الانونيمس كلاس معايا، وان هو عامل عمليه تسجيل ريجستر للايفنت اللي هو اون بريبيرد بالاسلوب دوت خلاص. ما هو انا بسجل في الايفنت ازاي؟ بعمل عمليه تنصت اللي هو ليسنر تمام، بطلب بتنصت على مين؟ على الاون بريبيرد، على الحدث اللي هو اون بريبيرد. بتنصت عليه ازاي؟ من خلال الاوبجكت نفسه اللي هو بتاع الميديا، اقول له سيت اون بريبيرد ليسنر واستخدم اللي هو الاسلوب دوت. لاحظ ان انا ادام سجلت في الحدث دوت، بمجرد ما بيعمل بريبيرنج اسنكرونايز للملف بتاعه ويبقى قابل للتشغيل، بقدر من خلال هنا انده على الميديا بلاير، ده الاوبجكت بتاع اللي هو بيمثل لي الميديا ديت، اقدر اعمل عمليه تشغيل ليه. ممكن اجي هنا برضو تاني واقول له اللهم صل على محمد، اقول له مثلا ميديا حرف الام في برنامج التسجيل. طيب الله المستعان، اقول له مثلا ست، بعد كده اقول له اون، كل اللي بعد اون ده كلها احداث. انا هتلاقي اون ايرور لما يحصل خطأ من الميديا مثلا، الملف بتاعي دوت مش موجود يديني ايرور. طيب تعالوا نجرب الملف دوت ونشوف الميثود ده هيعمل ايه. طبعا هنا بيقول لي ايه، اون ايرورز ليسنر، هو عايز الليسنر اللي من نوع اون ايرور ليسنر. اون ايرور ليسنر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن انترفيس. طب انا اتعلمت اخد الانترفيس ازاي؟ باجي مثلا على اي كلاس وبعمل امبلمنت، بعمل مثلا امبلمنت للانترفيس تمام. طيب انا مش عايز استخدم الحوارات ديت تمام. في امكانيه حاجه تانية، في امكانيات كتير، ممكن اعمل امبلمنت للكلاس اللي انا واقف عليه دلوقتي حاليا. باجي على الكلاس اللي هو بتاع الميديا بلاير اكتيفيتي واقول له هنا امبلمنت امبلمنتس، وبعد كده بقول ايه هنا ميديا بلاير دوت اون ايرور ليسنر بهذا الشكل. طبعا هيجي لي العلامه ديت، انا ممكن هنا ادوس على الايكونز دي او اقول له مثلا من كود واقول له هنا ايه
اعمل لي عملية اللي هو implement للميثودز ديت. خلاص انا عفوا مش فاهم اللي حصل بالظبط. يعني هو بيطلب مني الانترفيس بتاعي يتنفس. طيب هنقول له هنا implement. طيب هنا on error هو الميثود الوحيد الموجود في هذا المكان، عمل لي on error. السطر دوت او عفوا الفويد ده هنا اللي من خلاله اقدر انا اعمل عملية كاتشنج الميت للايرور بتاعتي. تمام، اي ايرور هيحصل هيجي في المكان ده. انا ممكن انا اقول له اعمل توست، اقول له مثلا بهذا الشكل، واقول له مثلا انا عايز ايه. طبعا هو في امر بيجيب لي الايرور بس انا مش متذكره، ولكن هو الطريقة ديت اللي يعني اقدر اعمل عملية هاندنج للايرور. فاقول له مثلا ايرور مان، يعني في خطأ يا رجل. طيب هنا بقى ايه، اعمل ريجست. انا كده عملت امبلمنت الانترفيس بتاعت على الكلاس ده. هقول له بقى هنا ايه، ها انا عايز اقول له الانترفيس. طب الانترفيس اصلا مين المفروض انا ادي له كلاس معمول له امبلمنتيشن على هذا الايه الانترفيس، يبقى اقول له this. لغاية this كده هو كده فهم ان الـ on error دوت هيروح على الكلاس اللي هو اسمه this، ده للميديا بلاير اكتيفيتي، ويشوف الانترفيس اللي هو on error listener ده معمول له implementation ازاي. هتلاقيه بيعمل implementations على مين، اللي هو الميثودز اللي اسمه on error. فطبعا هيجي يروح مفعل الـ on error على طول، وخلاص الموضوع بالنسبة لي انتهى. خلاص ده دي طريقة. الطريقة التانية وطبعا دي اللي انا بفضلها، اروح انا خالع من الحوار ده خالص. انا مش عايز الامبلمنتيشن على نفس الكلاس، واروح استخدم اللي هو الايه الانونيمس كلاس. اقول له نيو، تمام، اون ايرور ليسنر، وادي اشتغل. طبعا يحتاج مني ان انا اعمل عمليه ايه امبلمنتيشن للانونيمس كلاس ده. اقول له امبلمنت ميثودز الاون ايرور، واقول له اوكي تمام، واكتب بقى الكود بتاعي. خلاص وخلاص الموضوع بالنسبة لي انتهى على كده. لو عايز مثلا اعمل حدث تاني، زي مثلا حدث ان يكون في الملف بتاعي انتهى تشغيله، فبقول له ميديا ماشي دوت ست اون يبقى هاجي جنبها وراها احداث. اون ايه بقى عندي بقى هنا اون بافرنج ابديت، وهنا السيك كومبليت، تايم ميتا، تايم تكست، الفيديو سايز تشينج، السكرين اشتغلت، هو البلاي، لا ده مش ده مش حدث عفوا. هنا الكومبليتيشن ليسنر برضو اقول له نيو. طبعا عشان اجيب الليست بتاع الاوتو كومبليتيشن ده بدوس كنترول وسبيس. خلاص هيجي بقى يقول لي اعمل لي امبلمنتيشن للانترفيس ده داخل الانونيمس كلاس. اقول له امبلمنت، او اروح من كود واقول له امبلمنت ميثودز، ايوه انا عايز الاون كومبليتيشنز. تمام، هنا بقى الايه الكود دوت او الميثودز اسمه اون كومبليتيشن دوت هيشتغل لما الميديا ديت تبقى شغاله راننج ستارتد يعني، وملف الاوديو او الفيديو شغال ويوصل للنهايه، يعني يوصل لاخر خط ليه. هنا بقى ممكن اقول للمستخدم بقى الملف انتهى، لو في بلاي ليست مثلا يعني ممكن اروح للملف اللي بعده، ممكن يعني امنع شوية وظائف ما تشتغلش خلاص، ما هو الملف بتاعي خلاص يعني انتهى للنهاية، حاجات من هذا القبيل. تمام، ده باستخدام اللي هو الليسنرز والريجستر للايفنت بتاعتي الخاصة بمين، بالميديا بلاير. طيب انا مش عايز ان انا اكمل طبعا الريسورس ديت. هنا هتلاقي هنا في الريسورس بتاعي، انا مثلا انا هنا في الستارت عملت انيشلايز وبريبير طبعا من خلال الفاكتور ميثود داخل الاون ستارت. تمام، اون كرييت دوت بعد ما بيتنفذ اون كرييت بيروح على الاون ستارت ينفذه. ان شاء الله نشوف الاكتيفيتي لايف سايكل ده باذن الله تقريبا الحلقه القادمه باذن الله تعالى. هنا جيت في الاون ستوب، الشاشه بتاعتي بقى لما تختفي من قدامي، واعمل استخدم زرار الهوم دوت او استخدم الزرار بتاع الريسنت ده. تمام، او ان في اكتيفيتي تظهر فوق الاكتيفيتي دي، فالاكتيفيتي بتاعتي بتروح في مود اللي هو الستوب. تمام، طبعا
انا عفوا اخطات. مود الستوب دوت بيجي لما بدوس على الزرار دوت اللي هو بتاع الهوم او الريسنت، يعني الشاشه بتاعتي تبقى مختفيه كليا، مش ان الشاشه تطلع فوق شاشه او ان انا اتنقل لشاشه تانية. انا اسف. شاشه بقى تيجي فوق ديت، زي مثلا حد يتصل بيك ويظهر مثلا شاشه او الالارم والكلام ده، ده بيروح الشاشه اللي انا واقف عليها دلوقتي، او الاكتيفيتي دي بتروح لمود تاني اسمه اللي هو البوز، اللي هو الايقاف المؤقت. يبقى اون ستوب دوت لما تطلع من، يعني ما تخليش الاكتيف الابلكيشن او الاكتيفيتي بتاعتك تبقى فوكس، تمام؟ لما تتنقل مثلا، لما اعمل كده تمام، انا كده الابلكيشن ما اتقفلش، هو لسه ما فاتح في الرامات في الريسنت اهو، بس هو مش شغال حاليا، انا مش شغال بيه، مش ما فيش معلوش فوكس، انا هنا بتنقل في بقيه الايه البرامج التانية. فطبعا بما اني في البرامج التانية فانا مش محتاج الاوديو بتاعي يشتغل، تمام. انا بس بتكلم في نقطه ان انا مثلا الاوديو بتاعي طول ما الاكتيف بتاعي ظاهره وفوكس هيشتغل، هتنقل لحاجه تانية يتم ايقافه باستخدام اللي هو الريليز، عفوا. ده باختصار شديد، انا اكتفي بهذا القدر. اسالكم صالح الدعاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.